يا ترى كل يوم الصبح قبل ما بنبدأ ناكل بنسأل نفسنا، هو احنا بناكل صح؟ يا ترى جسمنا بياخد كل اللي بيحتاجه من العناصر الغذائية المختلفة؟ على فكرة الأسئلة دي مهمة جداً لسلامة أجسامنا وصحتنا وكمان سعادتنا. جسم الإنسان بيحتاج يومياً لكثير من العناصر الغذائية زي البروتين والنشويات والمعادن والفيتامينات والدهون وغيرها من العناصر الغذائية الأخرى، وأي خلل في نسبة العناصر دي ممكن يسبب أمراض ومشاكل صحية جسيمة. وبتختلف نسبة العناصر دي باختلاف عدة عوامل، منها السن والنوع ودرجة نشاط الفرد. فمثلاً جسم الإنسان بيحتاج للبروتين بشكل كبير جداً، وكمية البروتين اليومية لا تقل عن 175 جرام للسيدات، أما الرجال 220 جرام. والكاربو أو النشويات مهمة جداً لصحة الجسم بشكل عام ولصحة الدماغ والجهاز العصبي بشكل خاص. أما عن كمية النشويات للسيدات تتراوح ما بين 225 ل 300 جرام يومياً، أما نسبة النشويات للرجال فما بين 275 ل 375 جرام يومياً. أما عن المعادن والفيتامينات فبيحتاج الجسم العديد من الفيتامينات زي فيتامين ألف وفيتامين ب، فيتامين جيم، فيتامين ه، وكمان العديد من المعادن زي الحديد والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم وغيرها وغيرها من الفيتامينات. عشان نحصل على الفيتامينات والمعادن بشكل يومي لازم تكون الوجبات اليومية اللي بناكلها متنوعة وبتشتمل على الألبان، البيض، اللحوم، الدواجن، الأسماك والحبوب الكاملة والمكسرات. علشان كده مهم جداً قبل ما ناكل نفكر إحنا محتاجين إيه ونعرف إحنا بناكل ليه، وفي النهاية بالهنا والشفا.